تأخر أبوكم يا أولاد، ما قالكم وين رايح، رح يتأخر كتير. ما قال يا مو، ما قال، أخذ شنطايته ومشي. طولي بالك يا مو، ما تقولي إلا إجا. رجعنا يا مو، رجعنا، بنضل نستنى، هي قلنا قاعدين قدام الصفرة عم نتصفن ببعض أكتر من نص ساعة. إيه والله السمك مو طيب بارد. يبعث لك حمى على هالباجوق، كلوا. وأنت ما بدك تاكلي يا مو؟ أنا بس يجي أبوكم باكل معه، كلوا. يلا بلشوا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.